3 خطوات من نهاية ماراثون البطولة يواصل نصر الهضاب رحلة البحث عن اللقب السابع، لقب قد يصطدم بطموح ناد عنيد عاد من بعيد ويبحث عن مجد جديد اسمه بلوزداد. الحمد لله يا ربي فضل ربي للاعبين انصار سلطات مسيرين اكل انصار صحافه جزائر ككل ساهمت في الانجاز التاريخي لحق وفاه فلسطين. قمة ملعب 20 أوت ستخطف الأنظار وإن كانت من خارج أسوارها بسبب العقوبة، ومع ذلك فالوفاق يريد الحفاظ على تقاليد تتويجات وسيلعب كامل حظوظه من أجل استعادة السيادة محليا بعد التألق قاريا. البطولة مازال ما تفصلش بصفة نهائية، وإن كان الوفاق عنده أنا صندوق للبوسيوان إميدياتها حتى فيما يخص الفريق ما ضمنتش البقاء تاعها. فرغم كثافة البرمجة واللعب على كل الجبهات تمكن خير الدين ماضوي من تسيير الموسم الشاق، والأهم من ذلك الحفاظ على النتائج الإيجابية والتي اعتبرها رئيس الوفاق تحصيلا حاصل لسياسة الإدارة. الفريق بدأ يتعب من كل النواحي من كل الجوانب. رحلة البحث عن لقب 2015 بدأ من عين الفوارة ومر بأدغال إفريقيا، وعشاق الوفاق يريدونه بلون البياض والسواد بعد 3 أسابيع من